السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية والله صل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. في المقطع هذا هبين لكم الشخصيات الجديدة اللي انضافت معانا اليوم في التحديث الجديد. أول ما نزل السيزون نزلت معانا 25 شخصية، وسويت لها مقطع خاص ونزلتها في قناتي، تمام؟ وحط لكم الرابط أسفل الفيديو. بعد كده جاء التحديث الجديد ونزلت الشخصيتين رقم 26 و27، وسويت لها مقطع خاص وحسوي لكم احط لكم الرابط أسفل الفيديو. اليوم عندنا الشخصيتين الجديدة رقم 28 و29، هبين لكم مواقعها الآن. عندنا رقم 28 حتحصلوه في المنطقة هذه، لاحظوا معايا في هذا المكان. طب خلينا نشوف الشخصية ونشوف ايش عندها من أشياء. هذه هي الشخصية، عندها مسدس، وعندها قاعدة منشار الشوك، وعندها مشروب، تمام؟ طيب خلينا أبين لكم الشخصية اللي بعدها. طيب الشخصية رقم 29 حتحصلوها في المحطة هذه، وهنا في هذا المكان. هذه هي، في هذا المكان، تمام. طيب خلينا نشوف شو عندها. عندها شعلة إصلاح، وعندها رشاش خفيف مشحون اللي هو الجديد أضافوه، وعندها حاوية وقود. هذه كانت الشخصيات الجديدة اللي هي رقم 28 و29. إذا انضافت بعد كده شخصيات جديدة أو تغير مواقعها هسوي لكم مقطع خاص لوحده. كده وصلنا لنهاية مقطعنا. أتمنى يا شخص مشترك في قناتي اشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، وأهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وإن شاء الله نتقابل مقطع آخر، وفي أمان الله.